السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعطيكم معلومة لازم تعرفونها. كثير منا يشوف اللوحة هذه ولا يدري إيش معناها. 65 هذا رقم الطريق. 148 هذا الكيلو رقم 148. طبعاً وزارة المواصلات وضعتها على أساس لا سمح الله الإسعافات. إذا تبغى إسعاف تقول لنا في الطريق رقم 65 الكيلو 148. وكذلك كل 2 كيلو توضع اللوحة هذه. يعني بعد 2 كيلو نلقاها 65 على 150 وهكذا لسرعة الوصول للإسعافات لا سمح الله أو لصيانة الطرق. يعني الشركة بتنفذ المشروع أو تنفذ الصيانة تحط هذه اللوحة. طبعا بالعادة الخط يكون من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب. مثلا عندنا طريق جدة الدمام رقم 40 وتبدأ تحسب. مثلا تصل الطائف تلقاه 40 على مثلا 180 وهكذا حتى تصل الدمام 1370 كيلو. وشكرا.